مشاهدينا اسعد الله اوقاتكم اليكم ملخص للاحوال الجويه المتوقعه يوم غد الاثنين طقس صيفي اعتيادي ودرجات الحراره حول معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنه لكن يوم الثلاثاء ان شاء الله انخفاض على درجات الحراره مشاهدينا فاصل ونواصل النشرة الجويه تاتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات LG. الرؤية الحديثة شركة بسطامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدر سنتر المهنية للاستثمارات العقل مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على الخرائط التي تمثل درجات الحرارة نلاحظ أن المملكة ستكون تحت تأثير كتلة هوائية ذات درجات حرارة اعتيادية وتقريبا تؤدي إلى أن تكون درجات الحرارة حول معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة أما الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة أجواء لطيفة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة 18 درجة مئوية اما الاحوال الجويه المتوقعه للثلاثه ايام القادمه يوم الاثنين درجات الحراره قريبه من معدلاتها طقس صيفي اعتيادي ودرجه الحراره العظمى المتوقعه 29 درجه مئويه بينما اثناء الليل طقس لطيف ودرجه الحراره الصغرى المتوقعه 17 درجه مئويه، يوم الاثنين انخفاض على درجات الحراره، طقس لطيف اثناء النهار وايضا لطيف بالليل لكنه يميل الى البروده بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر، العظمى المتوقعه يوم الثلاثاء 25 درجه مئويه اقل من المعدل بخمس درجات بينما الصغرى المتوقعه 16 درجه اقل من المعدل بحوالي 3 درجات، يوم الاربعاء ارتفاع قليل على درجات الحراره، لكن تبقى الاجواء لطيفه، تبقى درجات الحراره اقل من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنه على الاقل باربع درجات مئويه، والعظمى المتوقعه 26 درجه مئويه، بينما الاجواء اثناء الليل معتدله الى لطيفه، ودرجه الحراره الصغرى المتوقعه 18 درجه مئويه الاحوال الجويه وكذلك درجات الحراره العظمى والصوره المتوقعه في المدن المختلفه في المناطق الشماليه اربد 30 20 عجلون 31 18 جرش 33 19 المفرق 32 17 درجه مئويه المنطقة الوسطى وعمان البلقاء 29/17 مأدبة 29/17 عمان 29/17 البحر الميت أجواء حارة 38/26 والزرقاء 33 إلى 19 درجة مئوية الزرقاء أجواء حارة نسبيا لكن البلقاء ومأدبة وعمان أجواء صيفية عادية في النهار أو صيفية معتدلة نهارا لطيفة ليلا وأجواء حارة بالأغوار والعقبه المناطق الجنوبيه زي ما حكينا الاجواء في العقبه حاره العظمى 38 والصغرى 25 الشراه اجواء لطيفه 26 16 معان اجواء حاره نسبيا الى حاره 36 21 الطفيله اجواء صيفيه معتدله نهارا لطيفه ليلا 27 17 وكذلك الكراك 29 الى 17 درجه مئويه المناطق الشرقية أجواء حارة والأزرق 38-20 الصفاوي 39-22 وارويشد 41 إلى 22 درجة مئوية مشاهدينا شكرا لمتابعتكم ونترككم في أمان الله النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات ال جي الرؤية الحديثة شركة بسطامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدر سنتر المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري